مساء الخير. هذه الحلقة من برنامج العرب والموسيقى تندرج ضمن مجموعة الحلقات التي نخصصها للحديث عن الملحنين الكبار والفنانين المتميزين في سوريا. فبعد حلقة عمر البطش وسعيد فرحات، ها نحن نخصص هذه الحلقة للحديث عن فنان سوري كبير وملحن متميز، إنه بكري كردي. في الواقع من يتناول أعمال بكري كردي دراسة والتحليل يرى أنها ترقى إلى نفس المستوى الذي تقف فيه شوامخ أعمال الغناء العربي من ألحان محمد القصبجي وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وفريد الأطرش. هذه الأعمال لا تقل عنها أبدا في المستوى، وأهم ما يميز هذه الأعمال هو التنوع. يعني عندما سنعرض لأعماله بعد قليل نرى أنه لحن الموشح فأطرب، ولحن القصيدة الرومانسية فأشجى، ولحن الدور فكان أول من لحنوا الدور في سوريا. إذن هو ملحن أعماله متنوعة بشكل واضح، وسنرى أن هذا التنوع في أعماله سيوصلنا إلى تداخلات جمالية في أعماله لم نعهدها في أعمال من سبقوه من الملحنين إن كان في سوريا أو في مصر. ولكن المشكلة تكمن أن أعمال هذا الملحن الكبير غير موثقة، وقد يعني تعبنا قليلا في توثيقها وفي تقديمها في الشواهد التي سنقدمها الآن في هذه الحلقة، لأن الكثير ممن عاصروا بكري كردي ممن درسوا على يديه تباعدهم الأيام. وأخص للذكر هنا أستاذي الأستاذ شكري الأنطاكي الذي هو من كبار عازفي القانون في العالم العربي، والذي درسني الموسيقى وله فضل كبير علي في توجهي إلى المجال الموسيقي. الأيام تباعد بينه وبيننا، ولذلك فنحن طبعا نطمح أن نستطيع أن نستضيفه في حلقة خاصة للحديث عن أعماله وللحديث أيضا عن بكري كردي، لأنه عاصره وعرف كل أعماله ويستطيع أن يقدم الكثير من الملاحظات على هذه الأعمال. ولكن إذا هذا واقع نحن في صدد محاولة التوثيق والتقديم، وتعترضنا صعوبات، ومع ذلك فإننا سنقدم هذه الحلقة راجين أن نستطيع أن نقدم كل المزايا وكل الصفات التي تميزت بها أعمال بكري كردي. يسرني إذن في هذا المجال أن أستضيف الأساتذة. أولا الأستاذ حسن بصال، وهو ملحن معروف وقد سبق واستضفناه في الحلقة المخصصة للفنان الكبير عمر البطش. إذن هو ملحن معروف وقد عاصر الفنان الكبير بكري الكردي. الأستاذ مصطفى ماهر، وهو مطرب معروف أيضا وقد سبق وغنى من ألحان الأستاذ بكري كردي. الأستاذ كامل بصال، مطرب معروف أيضا وهو من طلاب بكري كردي، أي هو ممن أخذوا على يديه وتعلموا الموسيقى والغناء على يديه. الأستاذ أنور صلاحية، وهو من أصدقاء الفنان الكبير بكري كردي وسيحدثنا عن النقاط الغير فنية في حياة هذا الفنان الكبير. وأخيرا وليس آخرا طبعا الأستاذ محمد قدري دلال، الذي سبق أن صدفناه في برنامج العرب والموسيقى في حلقة خصصت له عندما تحدثنا عن فوزه بالجائزة العالمية جائزة شارل كرو في العزف على العود في فرنسا. ونستضيفه الآن بصفته من طلاب بكري كردي وقد درس على يديه أيضا الموسيقى والعزف والتلحين. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ حسن، أول السؤال الأول، لو تحدثنا عن المرحلة الأولى في حياة بكري كردي، أي مرحلة التحصيل العلمي لو سمحت. أولا المرحوم بكري الكردي هو من مواليد حلب 1909، وأخذ العلم الموسيقي من الشيخ علي درويش عفوا رحمة الله عليه، العلامة الكبير، العلامة الكبير والذي قدم كثيرا للموسيقى العربية، وعبد الحميد الموري وعبد الوهاب السيفي
وتعلم العزف على العود من كان في عازف عنا بحلب اسمه سامي صندوق. نعم. أخذ عنه عزف العود. يعني نعم يا سيدي. وشو بدي أقول لك أنا؟ وأيضا هل يعني هل غير تعلمه عبر الأستاذ علي درويش وسامي صندوق ولكن هل تعلم مثلا أستاذ قدري هل تعلم أيضا من مجالات أخرى غير هؤلاء الأساتذة؟ في أغلب الظن أنه بكر الكردي تأثر بمن حوله من المطربين والملحنين وتأثر أكثر بحفظ الموشحات اللي طبعا هي اللبنة الأولى في بناء المطرب أو الموسيقي أو الملحن وكان شائع سابقا في أوائل القرن. لذلك بتشوف انه كان تقني جدا في المقامات تقني جدا في الايقاعات اضافة الى انه هذا الشيء انعكس حتى على طريقة غنائه وعلى طريقة الحانه. ويمكن اذا بنحكي بموضوع تاني الان انه كان معاصر ايضا لمطربين كبار في حلب الاستاذ حسن يمكن بيعرف اكثر. استاذ حسن من تذكر من المطربين الذين عاصرهم بكر الكردي في حلب؟ محمد النصار وأحمد الفقش وأسعد سالم والياس دهان ومحمد وصال ومصطفى طراب. نعم هذول كانوا. طيب ولكن أنا أعتقد أنه ليس فقط يعني لم يكن فقط علمه في مجال الشيخ علي درويش أو ولكن أيضا كانت هناك الأسطوانات التي ترد إلى حلب وترد إلى سوريا من مصر والأسطوانات المسجلة في سوريا أيضا كان يستمع لا شك أنه لأننا نلاحظ وسنرى بعد قليل تأثره الخاص بسيد درويش ومحمد عبد الوهاب وأحيانا بالقصبي. يعني لابد أنه درس النوطة والعزف وكذا على يد الأساتذة لكن لابد أنه استمع أيضا إلى ولابد أنه غنى حتى أنه أظن أنه في تلك المرحلة كان يغني نعم. أغاني قديمة للسيد درويش الأدوار وأغاني عبد الوهاب كمان. نعم. أيوة. كان يغنيها. أيوة. بعض الأغاني القديمة كان يغنيها بعدين صار يلحن ويغني الألحان. طيب أين كان يغني هذه المغنيات يعني؟ كان يغني على المسارح. نعم. على المسارح بحلب طبعا ما يقصد بالمسارح المسارح يعني هو ما كان يغني عليه فيه مثلا محمد عبد الوهاب. أيوة طبعا أيوة صحيح وأم كلثوم أيوة. كان يغني على المسارح وانقطع عن المسرح. انقطع عن المسرح. يعني لماذا انقطع عن المسرح؟ انقطع يعني طبيعته مثلا يعني ما كان يشوف العمل صح له. نعم. أيوة يعني طبيعته كان طبيعته أيوة. لا تتلائم مع العمل. طيب عندما انقطع عن بعد أن غنى إذن في هذه في المسارح وغنى أغاني لسيد درويش. نعم. ولعلها كانت كما سنرى مؤثرة في أعماله في المستقبل ثم انقطع. أستاذ أنور كصديق له لابد أنه حكى لك عن لماذا ترك وماذا فعل في الفترة التي ترك فيها الغناء في المسارح. الحقيقة الفنان الكبير بكر الكردي كان له طابع مميز بشخصيته وبتلحينه وبغنائه. فأنا أذكر كنت سألته أني ليش تركت المسرح؟ قال لي أنا نزلت المسرح عبارة لأن أزداد علما به منه ويكون لي مدرسي. وعمل نقلا عن لسانه بأنه 6 سنوات عمل متواصلة في المسرح في مسارح حلب. بعد 6 سنوات ترك المسرح الغنائي. نعم. وعمل تاجرا. نعم. وخلال عمله التجاري ايضا كان يعمل مؤذنا في جامع المولوية. نعم. لانه سمع صوته باقر افندي الشلبي فاعجب به فعينه مؤذنا. نعم. فكان يعمل مؤذنا ويعمل تاجرا. لكن هل ابتعد عن التلحين في تلك هل ابتعد عن الموسيقى في تلك الفترة؟ لم يبتعد بكري لكونه كان الفن فيه متعشق. فكان دوما يقول لي أنا فنان وبدأ أعيش فنان وبدأ أموت فنان لكن مزوق بذاته يعني ما عاد عمله الفني كما كان فنزوق على أشخاص معينين وعلى بعض جلسات خاصة وأيضا نزوق بذاته. طيب بمن كان بمن تعرف في تلك الفترة ممن
سيكون له تأثير في حياته المستقبلية بعد عمله المسرحي تركه له. صار يغني يلحن يعني كيف يعني نقطة بدايته في التلحين عبر أي صدفة مثلا أو تعارف بمن؟ كان في حلب شاعر عظيم اسمه حسام الدين الخطيب، وكان هذا الشاعر شاعر متميز. فيوما كتب طقطوقة كان مطلعها خايف يا روحي طول جفاكي، أعطوها لبكري كردي وحسوا على التلحين فلحنها وأعطاها، فأعجب بها حسام، فصار حماس بين حسام وبينه أني دوما يعطي شعر ليلحنه وبكري يلحن. وأيضا أخذ غير من شعر حسام في خلال تركه للمسرح ولحن بعض الموشحات والتقاطيب نعم. أستاذ أدري في هناك سؤال، يعني هل تستطيع أن تلخص لنا مواصفات الشعر الذي تميز به حسام الخطيب؟ يعني لماذا هذا نحن دائما عرفنا أن في التاريخ العربي كان دائما هناك شاعر وملحن يتوافقان، يعني أحمد رامي والقصبجي، بيرم تونسي وزكريا أحمد مثلا، سيد درويش وبديع خيري، دائما كان هناك. فما هو ما هي الأسباب التي دعت إلى هذا التلازم في العمل بين حسام الدين الخطيب وبكري كردي؟ الشاعر ملحن عدا عن رابطة انه هذا بيكتب والاخر بيلحن، بده يكون في رابطة اخرى، يعني رابطة الحب، الصداقة اذا وجدت، وزيادة الاحاسيس بتكون غالبا مشتركة بين الاثنين. فما الشيء اللي بيلحنه اللي بيكتبه الاول او بينظم الاول، التاني بيكون عنده نفس الاحاسيس ونفس المضامين في نفسه، ما بحسن يعبر عنها بالكلام او بالشعر، فبيعبر عنها باللحن. لذلك هاللقاءات اللي ذكرتها دكتور، لأنه فلان شاعر والآخر ملحن ودائما بيصيروا مع بعض، كانت موجودة حتى يعني على نطاق مصر، موجودة أيضا على نطاق سوريا، وعلى سبيل المثال بكر الكردي وحسام الدين الخطيب، فكانوا دائما سهراتهم مع بعضهم. مثلا كان تعرف في حلب سهرات دائمة، أعتقد كمان بسوريا كلها هالسهرات تكون أسبوعية أو شهرية أو نصف شهرية، كانوا يتلاقوا فيها ويقعدوا ويضحكوا يعني كأصدقاء. من بعدها كانوا مثل ما ذكر الأستاذ أنور أنه يتنافسوا، فعلا كان في تنافس أنه هاي كلام لحنه بقى. بكري كان من الملحنين اللي يعني طويلي الروح، يعني بيتأخر كتير في التلحين، يعني بيقعد في لحن واحد مثلا شهر أحيانا 15-20 يوم شهر، لكن الإنتاج الفني له طبعا راح نطلع بعد شوي عليه، انما انه هاللقاء هذا بينه وبين الشاعر حسام الدين الخطيب اغنى بكري من الناحيه اللحنيه، واغنى ايضا الشاعر اللي صار يتحمس لانه يكتب اكثر او يكتب بشكل افضل مشان يلحن له الاخ زميله بكري الكردي. انا بحب اذكر هون نقطه كمان، انه بكري الكردي لم يقتصر فقط على تلحين على حسام الخطيب. لحن، انا اذكر انه لحن في وقت سابق لحن لابو القاسم الشابي الشاعر التونسي، ولحن ايضا ايام الاذاعه اللي راح نذكره بعد شوي، لحن للمرحوم والدك الدكتور فؤاد رجائي، لحله ثلاث اعمال وقصيده واغنيتين وموشح ايضا. فلم يقتصر فقط على الأستاذ حسام الدين الخطيب، وإنما نوع. طيب مدام هكذا، نحن هل نستطيع أن نستمع إلى موشح مثلا، باعتبار أنه حلب في الفترة الأولى عندما ابتدأ بكري كردي يلحن، لا شك أن الموشحات كانت شائعة، لا شك أن من بدايات إلحانه أيضا كانت في الموشحات. صحيح. فلنستمع إلى الموشح الذي لحنه على قصيدة أبي القاسم الشابي، هل يمكن أن نستمع؟ أيها الناس يا ليل الحياة
غني يا ليل للحياة الناعسة أمان أمان والنبا تحلم في ظل ظل الغصون البائسة أمان أمان والنبا تحلم في ظل ظل الغصون البائسة أمان أمان والصبا ترخص أوراق يا ليل الزهور اليابسة أمان أمان والصبا ترخص أوراق يا ليل الزهور اليابسة أمان أمان وتهاب النور في بالجفر ليل دامسا أمان أمان وتهاب النور في بالجفر أمان أمان أغفى السمار بعدا يا ليل الصبح إلا لامنا أمان أمان أغفى السمار بعدا يا ليل الصبح والندامة ما تقول يا ليل بعد من رشدي رشد الأمان أمان أمان والندامة ما تقول يا ليل بعد من رشدي رشد حقيقة لحن رائع وأتمنى أن نقف عند المقام الموسيقي أو النغمة الموسيقية التي لحن عليها وهي نغمة البستنيكار. ماذا تقول فيها أستاذ أبي؟ مقام البستنيكار من أو كما يسمونه مثل ما بقول بالفصحى الموسيقية بسموه بستنيكار. فمقام كان الملحن عليه قليل جدا وخاصة في مجال الموشح. يعني أنا حسب ما يبدو لي أنه كان في موشح في لأبي خليل القباني في لأبو خليل القباني في موشح وفي موشحين تانيين فبكري حب يضيف إلى هالمقام موشح آخر وبالفعل كان موشح مثل ما سمعنا أنه موشح متألق يعني صحيح. من حيث اللحن من حيث تركيب الكلمة مع الإيقاع وهالتوافق الإيقاعي اللحني إجا في طبعا لابد من أنه أضاف بعض الألفاظ على الطريقة القديمة ليكمل دولة الإيقاع لكن بالنتيجة طلع يعني محبوب مثل ما بقولوا بالشعر أو بالقصة ذو حبكة متميزة وممتازة. طيب إذا حتى الآن الفنان بكري كردي تعلم وتوقف عن الغناء وبدأ التلحين ثم افتتحت الإذاعة في حلب وكان ذلك في تشرين الثاني 1949. أستاذ مصطفى ماهر أنت ممن عاصروا بدايات الإذاعة فهل تستطيع أن تصف لنا هذه الفترة وماذا حرضت عند بكري كردي؟ والله الحقيقة حين افتتاح إذاعة حلب نهاية 49 أعلنوا عن طلب مطربين لإذاعة حلب فطبعا تقدمنا عدة مطربين وأخذوا هن اللجنة صار فحص وأخذوا
اللي بدهم هن اللي نجحوا بالفحص. فطلبوا ملحني. طبعا نحن المطربين كنا استاذ صباح، انا محمد خيري، صباح فخري، استاذ صباح فخري طبعا، استاذ محمد خيري، محمد خيري، وطلبوا ملحنين. الحقيقه كان الله يرحمه الاستاذ بكري كردي يعني كثير هادئ، كان ما اجى راسا لما طلبوا ملحنين. نعم، يعني على عادته الانطوائيه القليله، فلم يندفع. ايوه، لذلك يعني قدموا له دعوه خاصه وطلع للاذاعه، طلع لاذاعه حلب. طبعا كان سمع المطربين الموجودين فعطى الحان. قبل الالحان، كيف كانت تغنى الالحان التي سيعطيها؟ وبعد قليل نتحدث عن المطربين وما اعطاهم، ولكن كيف كانت تغنى الالحان؟ والله دكتور تغنى، لا يعني هل كان هناك تسجيلات على الهواء؟ طبعا، هو بالاول ما كان في تسجيل طوي، كله كان على الهواء، ولذلك يعني اغلب الحانه التي غنيت في تلك الفتره ذهبت ولم تسجل، ونحن الا ما سجله هو بصوته، يعني الا ما سجله هو بعد جلساته الخاصه. ولذلك نحن من جلساته الخاصه اذا وبتعاون من كافه الضيوف استطعنا ان نوثق اذا اغنيه سبق واعطاها للفنان صبري مدلل، وغناها على الهواء، وسيغنيها لنا الاستاذ المطرب عمر صابوني. فلنستمع اليها، وهي من الاغاني التي غنيت على الهواء وفقدت ثم استعيدت بعد قليل عبر تسجيلات في سهرات خاصه. فلنستمع. Thank you.
زمان اشتكي ويقول زماني ويقول زماني اشتكي ويقول زماني ويقول زماني يجي يوم يجي يوم يجي يوم يجي يوم يجي يوم ترجع لي تاني ترجع لي تاني مش هيتغير عليا رحت شايف شكل حبك يبعد النوم عن عناية كنت هيتغير عليا رحت شايف شكل حبك يبعد النوم عن عينيا اشتكي ويقول هين عليا غير شماتة عزاني أسر الهجران بيا وهد حيلي وأماني شماتت عزاني أسر الهجران بيا وهد حيلي وأمالي مهما زادت أشجار لمن من المطربين لحن بكري الكردي؟ والله لحن عدة ألحان مطربين اللي أعطاهم
السيد إمار جبران وإلهام شد رفيان ونور الهدى، وطبعا نحن كنا موجودين، والمطربة كان ليلى حلمي كمان، والأستاذ صباح فخري ومحمد خيري، وأنا كمان صلي نصيب أغنيتين كمان من أغاني. فبتميز له هو نوع خاص في ألحانه يعني. يمكن هلا نتكلم بعد قليل نتكلم. بس ممكن هل تتذكر اللحن الذي لحن لك مثلا؟ إيه طبعا في تلك الأيام. هو كانت الأكثر يعني، كان الإذاعة كانت عم تذيع الهواء، كان تسجيل ما في، لكن أنا بتذكر كويس اللحن، حافظه كويس. طيب لو سمحتم نستمع إلى هذا اللحن، ونتذكر أنه أيضا من الألحان التي غنيت على الهواء ولم تسجل في حينها. على عين. Thank you.
علينا دي الساعة محسوبة علينا دي الساعة
لاحظ انه الاغنية اللي اداها الاستاذ مصطفى من نوع اللي كان شائع في الفترة اللي كان عم يلحن فيها بكري المونولوج. وهذا نوع من التأليف اللي يتخللوا في موسيقى كثير. وعنه اعتقد انه تطورت الاغنية الرومانسية الحديثة اللي مثل اغاني كلثوم مثل اغاني عبد الحليم حافظ او اغاني عبد الوهاب في الخمسينات والستينات. بحب انوه الى امر اخر انه ماري جبران اعطاها دور وهالدور كمان فقد. والاستاذ انور حكالي شغله يا ريت هو يحكيها بالنسبه لهالدور هذا بالذات انه حاول الاستاذ بكري يتذكره. نحن في قمنا في حمله في جمع تراثه بين احبابه واصحابه وهو ايضا، وكان يعني دوما نريد جمع هذا التراث لحفظه، فكنا يعني سوينا مثل نوع تنظيمي، كم دور لحن، من غنى له، كم موشح. فسألته قال لي أنا كنت أعطيت المطرب الكبير ماري جبران دور وضاع مني، وحاولنا كثير يعني نبحث عن كلماته وعن لحنه ما وجدنا، وكان عبارة عن هذا العمل قمنا فيه حفظ لتراث بكري كردي حتى لا يضيع. وكان الفضل الكبير للأستاذ صلاح الدين خوام مدرس مادة الرياضيات الذي قام بهذا العمل. وساعد الأستاذ شكري أنطاكي بالنطاط الموجودة عنده لأنه كانوا دائما مع بعض. طبعا الأستاذ شكري أنطاكي أعطاهم حفظ كل المدونة، أي الحان المدونة حفظه هو. أذكر كان عنده دفتر صغير. شكري كان عنده دفتر صغير كان لهذه أعمال بكري كردي، وأنا كنت طفل صغير. صحيح. نعم. طيب أستاذ كامل الآن يعني أريد أن أعرف كيف باعتبارك أنك كنت لازم أستاذ بكري. أنا كنت أذكر دائما أسمع أو أنك كنت لازمه حتى في أغلب مجيئه وذهابه وفي سهراته وفي حفلاته أنت معه دائما. هل تستطيع أن تستخلص من هذه السهرات ومن هذه الملازمة يعني ملامح لم نذكرها الآن وخاصة في مجالات ظهرت في تلك السهرات لو سمحت؟ بسيدي المرحوم الأستاذ بكري كردي ممتاز بشيء خاص فيه، فكنت أنا ألازمه في سهراته وأسمع القصيدة، فبكل سهرة أسمع القصيدة لها لحن آخر. واللحن كل لحن يتميز عن لحن. يعني الآن تدرج طريقة أن القصيدة تغنى دائما حتى لو كانت بدون إيقاع مرتجلة، فهي تغنى بنفس اللحن. بنفس هكذا اللحن. درجت الآن العادة بينما لم تكن لم تكن لم تكن لم تكن يمتاز بهال الارتجال قدرة على الارتجال. وحتى كان يأخذ بعض الشعر المصري الملحن مثل يعني الحان محمد القصبتي يذهب اللحن يترك يجرد اللحن المصري ويلحنه بطريقته على نفس الكلام ويزبط معه نفس التفعيلات ونفس الكلام. وانا كنت اميزه بشكل اقول اني الحان بكري كردي ما لازم يغنيها غير بكري كردي. Thank you.
انتحل جسم انتحل ضاقت بعينه الحياة ضاع الأمل وشكى الهموم لله جسم انتحل جسم انتحل ضاقت بعينه الحياة ضاع الأمل وشكى الهموم لله صبر وكان الصبر أقسى عليه من البيعات قولي نصيب الهجر يسكن بعين السهاد صبر وكان الصبر أقسى عليهم البيعات قولي نصيب الهجر يسكن بعين السهاد يقضي ليالي العمر ما يشوفش عمره وعين يطلع عليه الفجر ساهر مع النايمين قولولي من في الدهر يشكي هموم المين يشكي هموم المين يشكي هموم و
وراكوا قدامك كانت دموع السجن غدري ايامك كليت بهب الليل بلادي احلى موضوع الارتجال كان له خصوصية أيضا حتى في الانتقال المقامي من مقام إلى مقام يعني عبر غني مقام البياتي ينتقل إلى مقام آخر من نفس ما ينتقل بطريقة متدولة متدولة عند المطربين اللي كانوا في وقته وما هي موجودة حتى الآن ما هي موجودة غير مع الأستاذ بكر نعم يعني طبعا نحن كان له خصوصية عندما نستمع إلى مطرب معروف يقوم بحركة من حركات بكري قد يقول له أحدهم آه يا بكري فيذكر بأن هذه يا ليل 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 يا ليل
نستطيع أن نعزو إلى أنه في كل ليلة صحيح يغير اللحن وأيضا يأخذ بقصيدة ملحنة لغيره يجردها من اللحن ويغنيها دلالة على رغبته في التنويع. يعني مقدرة متميزة يأخذ اللحن لو كان لحنه مثل الأصبجي أو لحنه رياض صباطي أو أبو العلاء محمد وهو يلحنه تلحين جديد وارتجالا. وهو معروف طبعا عنه أنه كان يحسن التنقل بين المقامات، هذا شيء قلته ذكرته قبل شوي، بطريقة غير مألوفة غير متعارف عليها في عصره. أما مسألة التنوع في مؤلفاته الغنائية، فالمعروف سابقا أن الموشح هو محك المؤلف الجيد، فهو كان يجيد في تلحين الموشح مثل ما سمعنا الموشح الأول في بداية الشعر أبو القاسم الشابي، والآن راح نسمع موشح له مزايا أيضا متميزة. الأولى أنه الشعر أو الشعر اللي كتب على ميزان معين يجب البحث له عن مقياس موسيقي معين إيقاعي معين كي يتوافق العروض الشعري مع التقطيعات الإيقاع. فهون لما كان الشعر هذا مستفعل فعل رأى حجبته أنه يتناسب هذا مع إيقاع التسعة اللي هو الأقصق، فركبوا على الأساسي، ومشان تكميل دورة الإيقاع ما أراد أن يحط حشو كلام حشو، وإنما في حرف قابل للمد فمده حتى أتم دورة الإيقاع. يمكن أن نقول أنه المقام أو تسريع الإيقاع اللي هو الأقصق، هو كان الإيقاع معرف عليه بطيء، فهو سرعه بحيث أنه الناس لما بتسمع حتى من يحسن الإيقاع ما بصور انه هذا ايقاع اقصر صحيح تسريع، هذا ما يستهين في الموشح هذا. على كل حال اذا لو نستمع الى هذا الموشح من سادة الضيوف ويعني نقيم او نعجب بهذا اللحن الرائع الذي لعله لحنه في اواخر عمره. هذا الموشح من اواخر الحانه تقريبا اخر الحانه، فلنستمع اليه لو سمحنا. لو زارني الحبيب في غفلة الرقيب، لو زارني الحبيب في غفلة الرقيب، فكنت كالغريب أتيه في دربي، فكنت كالغريب أتيه في دربي. من الألوان الأخرى اللي عالج الحاج بكري الكردي في خلال مؤلفاته عالج الدور. الدور المعروف عنه أنه هو كان مصري المنشأ. أنا يعني إلي وجهة نظر في هالموضوع، ما بعرف سبحان اللي أطرحه ولا لا، أنه هو في الأصل كان الدور هو أي أغنية تغنى كان اسمه دور طبعا طبعا، لكن بعد فترة لما محمد في فترة محمد عثمان الملحن المصري المعروف وضع هيكل عام للدور
وظل الناس سائرين عليه الملحنين ماشيين على الهيكل الى ان بطل تلحينه يعني تقريبا في الوقت الحالي. فبكري الكردي اخذ الهيكل لكن ما استعمله بطريقه تحس انه هذا الدور مصري، رغم انه الكلام مصري يعني الزجل مصري، لكن بتحس فيه روح خاصه وجمل موسيقيه بعيده كل البعد عن الاسلوب المصري. في القسم الثاني من الدور، القسم الاول اسمه المذهب مثل ما هو معروف، القسم الثاني من الدور المصريين متعودين انه يعملوا مثلا ما يسمى بالحركه الاولى، لما تجي الحركه الثانيه يغيروا فيها جزء بسيط، اما في اولها في نصفها في اخرها. اما هم بتحس في دور الحاج بكري الكردي انه شيء مغاير تماما، الجمله الاولى الى شكل، الجمله الثانيه الى علاقه، لكن قابل يعني مثل ما بقولوا تفاعل للجمله الاولى، ما هو انه اعادة او تطوير جزئي، وانما تفاعل وتطوير كلي. والاهات اللي استعمل الحاج بكري الكردي ايضا موشي مألوف في مقام العجم، حتى في مقام العجم انتقالات صعبة، في انتقالات صعبة. الشيء الاهم من ذلك هون بيخطر لي خاطر انه الاهات عن بكري الكردي كانت شيء اساسي، ما كانت بس للدور، كانت للمونولوج اللي سمعنا قبل شوي، سمعنا من الاستاذ مصطفى، كان في قسم من الاهات في التقطيع احيانا يحط اهات، في القصائد حط اهات كثير. اما اللون الثالث اللي عارفه هذا هو عباره عن نقطه اشرت اليها في بدايه الحلقه، تداخلات جماليه في الاعمال، يعني الدور فيه اهات، في الانماط الاخرى ما هي ليست موجوده، فياخذها ويدخلها في صلب القصيده صحيح. وهي غير موجودة، فهذه التداخلات نتجت عن تنوع كونه يلحن في كل الاتجاهات صحيح. فأصبح يوجد جسور بين الألوان جميعا. وقفنا قليلا عند قصيدة طرف وسهم، فيها الآهات بنيت على ثلاث مقامات، المقام الأول حسيني، المقام الثاني رصد، المقام الثالث محير. فنلاحظ أن في الآهات الأولى اللي في مقام الحسيني جملة لحنية تكاد تكون بسيطة وإن كانت فيها جمالية كثير. أما الآهات الثانية فبنيت على مقام الرصد، مع ذلك بتحس إلى علاقة كثير وطيدة مع الآهات الأولى في مقام الحسيني، وايضا بتحس فيها نوع من التطوير
وفي الاهات الثالثه تحس انه مثل واحد بنى بناء بعدين الزروة. صار بقى الذروه صار بعدين يهبط حتى الختام يعني الختام ايوه الختام هيك كنت بحب انوه الى لانه قبل ما نسمع مشان تبين المستمع وهذا يدلنا على انه بكري كردي هو من اوائل الملحنين الذين ادخلوا التفاعل في العمل يعني التفاعل وهو استقاء جمل سابقة وإعادة سبكة من جديد ضمن نفس العمل بتفاعل وتغير حتى وحبكة حتى نهاية العمل وهذه نقطة يعني تجدر الإشارة إليها أيضا فنستمع إذن إلى قصيدة طرتها سهم وقلبي هدف طرفها سهم وقلبي هدف كلما عاتبتها أو لمتها كلما عاتبتها أو لمتها يتحداني القوام الآيب هكذا أحيا فرمح أسمر يتلقاني وسهم مرهف بت أخشاها إذا ما عرضت وإذا ما نظرت أرتجف التي به علة العلل هو المونولوج وطبعا احنا سمعنا من الاستاذ مصطفى المونولوج الاخير لكن هو له اكثر من واحد وكلهم في منتهى الجمال يعني من الناحيه اللحن الغنائي واللحن الالي ايضا رغم انه ما كان كثير يعني اوركسترالي او كان يعني يمكن انه تؤديه فرقه ضخمه لكن كان من النوع السهل الممتنع يعني في جمال وفي سهوله ايضا حكينا انه ادخل الاهات ايضا في المونولوج اللون الخامس هو الطقطوقه
تقطيع يعني هو الأغنية البسيطة المفرحة اللي بإمكان ابن الشارع يغنيها بترنم بها بترنم فيها حتى الأولاد. والدليل على ذلك أنه له أغنية ما حدا بيعرفها هي أنه هي إله أو أنه ملحنة حلبي أو وهي مشهورة يعني مشهورة جدا طرف أفوان ابعت لي جواب وطمني بالعامية المصرية بيسمع بيغنوها كتير مطربين بيغنوها حتى الناس البسطاء بيغنوها وما بيعرفوا انه هي الحان الحاج بكري الكردي. ابعت لي جواب وطمني ولو انه عتاب لا تحرمني. ابعت لي جواب وطمني ولو انه عتاب لا تحرمني. ابعت لي جواب 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 وطمني. ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب. طيب في الواقع هنا نقطة أحب أن أتوقف عندها، هذه الأعمال المتميزة والرائعة ألم تسمع خارج سوريا؟ وأتوجه للسؤال الأستاذ أنور الذي أنت صديقه، هل سمعت عن أن أعماله سمعت طبعا في بلدان أخرى؟ كان لأصحاب للفنان الكبير بكري الكردي أصحاب، أذكر الأخ رضوان كيخيا بأنه حمل شريط إلى مصر ليقدمه لسيدة الغناء أم كلثوم، فذهب وأعطاها الشريط في الجلسة اللي بيرك فيها هو أيضا، سمعت أم كلثوم هذا الشريط، بعد ما انتهى طلبت إعادته، انتهى طلبت إعادته 3 مرات. قال لها نحن أهالي حلب يعني منحب أن يكون أحبابنا اللي نحن نعتقد
بملكتهم الفنية والغنائية والتلحينية أن يأخذوا شهادتك فيهم في أعمال في أعمال بكري. فأنا تعجبت أني أنت سمعتي تشريط 3 مرات. فقالت له نحن أول مرة سمعناه وتاني مرة امشينا معه وتالت مرة غنينا وياه. فالله أكبر، هذا الرجل غريب يذكرني بحياة الشيخ زكريا أحمد. نعم. وقسمت يمين بأنه مجموعة الموسيقية كملت بهذا الشريط وألحت لأن يذهب الأستاذ الكبير بكري كردي إلى مصر لتجتمع به، فكعادته هو الإنزوائي وما ذهب. وبذكر كمان أستاذي رحمه الله صلاح الدين خوام الذي كان ملازما ومن عشاق بكري كردي. آخر حفلة لبكري كردي كانت في بيته، بذكر في عام 75، فأخذ شريط كمان إلى الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب وقال له نحن من أهالي حلب عشاقك وأحبابك جايين سمعك هذا الفنان. قال له أنا سمعان فيه قديما وحقيقة هذا الرجل ذات قدرة غنائية وتلحينية كبيرة. تدرين ما وقعها في محجري يا غانية يا غانية. هرأت عيناك في ذراتها حبة الموجة حسرة طافية سالية استقرت نامية يا لاهية. Thank you.
قلبي استوى في الآنية. يا غاوية هاتورا في عام 1978 توفي بكري كردي. طبعا بكري كردي الذي اسمه باكير مصطفى باكير، أما بكري كردي فهو اسمه الفني الذي عرف فيه بين الفنانين والملحنين، وذهب غادر هذه الدنيا بعد أن قدم لنا العديد والعديد من الروائع الفنية الخالدة. في نهاية هذه الحلقة أشكر حضور الأساتذة، أولا الأستاذ حسن بصان، كما أشكر حضور الأستاذ مصطفى ماهر والأستاذ كامل بصال والأستاذ أنور صلاحية والأستاذ محمد قدري دلال. وبعد، فآمل أن تكون هذه الحلقة نقطة توقف في حياة بكري كردي، أن تكون داعية لتوثيق هذه الأعمال، فقد بدأنا ووثقنا وقدمنا بعضا من أعماله، ولكن هناك العديد من هذه الأعمال التي هي بحاجة لتوثيق، وآمل أن تكون جماعة أصدقائه ساعية دوما لتأمين هذا، كما أن تكون آمل أن تكون هذه الحلقة نقطة توقف لإعادة دراسة أعمال هذا الفنان الكبير واكتشاف النقاط الهامة العلمية في الانتقالات وفي الجملة الإيقاعية وفي تشابك الأعمال أو الأنماط الغنائية وتداخلات جمالية أدخلها بكري كردي ولم تتابع عند من أتوا بعده من الملحنين. وهكذا إذن نأمل أن يكون لهذه الحلقة بداية
دراسة وتوثيق لأعمال بكري كردي. إلى حلقة قادمة.